ليش شقيتهم؟ العالم تتمنى يكون عندهم ربعهم، انت هيك بتعمل؟ لا لا لك ليكني قربت له. اخي انت منيح؟ طمني عليك، فيك شي؟ لك لسه عم تساليني؟ العمى ضربك بسببك كنت رح اتكسر. حصل خير حصل خير اخي، المهم انه انت بخير. خير؟ من وين بدي اجي الخير؟ من امثالك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وسختني، شيلي البطيخ من هون كله. معلش يا ماما، ملنا نصيب اليوم نبيعه. معلش. طب انا شلون بدي اروح المدرسه؟ كيف بدي اشتري ثياب المدرسه؟ هلا لا انسى بتدلعني بالمدرسه. خلص يا ابني، ما في نصيب تدرس انت كمان، رح تشتغل معي. اخ بس لو كان في عني اب كنت درست ما اشتغلت. يا سلامه، كيف هيك بتعيط عليه هون؟ كيف هيك عملت معهم؟ شوف المساكين، ما عندهم أكل، ما عندهم شرب، ما عندهم حق دراسة. ما كنت بعرف، ما كنت عارفة إنه يتيم. انزعجت لأني وسخولي ثيابي يا رجل. طلع تخسى عليك مشان ثيابك كسرت بخاطرهم. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يهديك، بس الله يهديك. حقك علي معلم، والله كنت معصب. شو بتأمرني هلا أروح اعتذر منهم؟ شو بدك تعمل؟ قل لي. الله يرحمه يا ابني، الله يرحمه. حال ذكرني اختي. انا بدي اشتري منك كل هدول، قديش بدك حقهم؟ والله ما بعرف، كلهم على بعضهم يمكن 100 درهم. طيب تفضلي خذي. تفضل. بس هي الف، ما معي فراطه رجع لك. صحي ما عندك فراطه. طيب خلينا نروح على السياره اشوف اذا موجود معي او لا. طيب يلا انا بنتظر. يلا ماما تعي ناخذ هالألف ونهرب نشتري فيه ثياب المدرسة. شو عم تحكي يا ابني؟ بدك يعني اسرق؟ لك شو صار لك؟ انت عم تعطي 1000 درهم؟ منينك جيب فراطة؟ شو القصة فاهمني؟ خلص هدي لي حالك شوي، اسمع بس خلينا نراقبها نشوف شو رح تعمل. يواه يعني في شي ببالك؟ اي هدي لي حالك شوي. شو القصة؟ شو في ببالك؟ ما هيك ربيتك يا ابني؟ هاد الشي حرام حرام. بدي اروح المدرسة. لو بموت يا ابني ما بطعميكم حرام، لانه هذا الشيء بيغضب ربنا وانا ما بدي اغضب رب العالمين. اسف ماما، اسف ما داعيته. ما تأخرنا عليك ما هيك؟ لا هذه ليش شقيتهم؟ العالم تتمنى يكون عندهم ربعهم، انت هيك بتعمل؟ لك هدول مو مصاري، هذا ورق. شو؟ عطتني مصاري مزورة؟ ايه والله المعلم اعطاك اياهم مزورة. ليش؟ بدكم تضحكوا علي؟ فوق ماني معترة؟ لا يا اختي، ما هذا قصدي، بس انا عملت لك اختبار لحتى اشوف بدك تسرقيهم او لا. مشان اذا سرقتيهم تكوني سرقتي ورق. بس نجحت بالاختبار وما سرقتيه. لا يا اخي، انا مري بخاف الله وما باكل حرام. لهيك انا قررت اغير لك حياتك كلها. كيف يعني؟ ما فهمت عليك يا اختي. انا هذا الشيء ما عم بعمله مني، انا هذا كله من فضل رب العالمين، عشان ما تفكريه مني عليك. اكيد طبعا منيتنا على حالنا، بس يمكن رب العالمين سخرنا وسخر المعلم لحتى يمر من هون ويجي ويساعدك. ايه والله انا اصلا مالي من هالبلاد، انا جاي من سفر صار لي يومين واول مره بجي على هذا الشارع كمان. شايفه كيف الصدفه؟ سبحان الله، يرزقكم من حيث لا تعلمون. رب العالمين سخره من اخر الدنيا لحتى يجي
ويعطيك رزقتك. يلا يا اختي قومي هلا انت وابنك، خليني اخذكم بيت تعيشوا فيه وماركت كبير تشتغلي فيه انت وابنك. ايه الماركت احسن ما انك قاعده وما تبيعي بسطه، لا بتحطي خضرتك، بنشتري لك خضره وبنشتري لك كل شيء مستلزمات الماركت، بنحط لك اياه فيه وانت بتستلمي وبتعيشي منه وما بتعودي بتحتاجي حدا، شو رايك؟ بس هيك كثير والله كثير. لا يا اختي لا مو كثير، شو ما عملنا نحن مقصرين باتجاه ربنا. ايه والله يا اخي شفت يا ابني الله جبار الخواطر. يلا تفضلوا معي تفضلوا. يلا قوموا تفضلوا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا وصلت بالمشاهدة لهون لا تنسى تكتب كلمة سبحان الله بالتعليقات وتضغط لايك للفيديو دعما لنا، وتابع صفحتنا ليوصلك كل جديد، واهم شيء شارك الفيديو مع اصدقائك. شكرا لكم.